لوين رايحين؟ ما انتو كمان معنيين. معنيين؟ بشو؟ بتحسين حياتكن وحياة اللي حولكن. من هلأ لسنة 2030 كلنا لازم نحقق تنمية مستدامة ونوصل لل 17 هدف. هي خطة وقع عليها لبنان و 192 دولة بتوصلنا لغايات أساسية: القضاء على الجوع والفقر، إنهاء الظلم وعدم المساواة، حماية الأرض من التلوث والتغير المناخي. هيدا اللي بدنا إياه، بس كيف؟ مثل ما قدرنا بالسابق نحقق تقدم، اليوم كمان قادرين بمساعدة الأمم المتحدة نعمل الفرق. يعني هلأ إجا دورنا. أهداف التنمية المستدامة 17 هدف لتحويل عالمنا.